بما يخص موضوع مادة الخبز التي هي قوت الناس، وهي المادة التي تدخل إلى كل بيت وفي كل يوم. منذ تأسيس حكومة الإنقاذ منذ حوالي 3 سنوات، كانت أول بالنسبة لنا تنظيم عمل الأفران من خلال عمل الأفران العامة والخاصة، أجل الوصول إلى سعر محدد ووزن محدد وجودي ممتاز، وذلك منعا لحالات الغش أو التلاعب أو ارتفاع الأسعار في الأزمات. وبفضل الله عز وجل وصلنا إلى مرحلة في منذ فترة ليست بقليلة إلى سعر موحد لربطة الخبز مع وزن وجودي ممتاز، وكانت الفرق التمويني تجول في كل المناطق المحررة لضبط هذه المادة لما لها أساسية لدى كل الناس. وقد تعرضت هذه المادة مثلها مثل باقي المواد الأخرى إلى 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 تأثير كبير وفق الأزمات التي اجتاحت المنطقة المتتالية والمتتابعة، ابتداء من كما تعلمون انخفاض سعر الليرة التركي المستمر والمتزايد منذ قرابة العام، إضافة إلى الأزمات العالمية الأزمة العالمية التي اجتاحت دول العالم وأثرت بشكل كبير على مادة القمح التي هي المكون الأساسي لمادة الخبز. وقد ارتفع سعر طن الطحين ابتداء من بداية العام 2021 إلى هذه اللحظة إلى أكثر من $100 للطن الواحد. $100 للطن الواحد بما يعادل حوالي 40% أو 30 إلى 35% من قيمة المادة. وهذا أثر بشكل كبير على سعر مادة الخبز الموجودة في المطروحة في الأسواق. والكل يعلم حالة الناس والقدرة الشرائية ومحدودية الدخل لدى 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 شريحة كبيرة من الناس، مما أثر بشكل سلبي حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح تأمين رغيف الخبز هم وشغل شاغل لمعظم الناس الموجودة في المناطق المحررة. لكن بالمقابل نود أن نضعكم أو نعلمكم ببعض التفاصيل أو الأرقام عن موضوع دعم عن موضوع الخبز الموجود في المناطق المحررة. يتلقى أكثر من 35 ل40% من سكان المنطقة المحررة خبز مدعوم أو خبز مجاني بشقيه ومتوزع بمعظم المناطق. هذا الأمر. أما القسم المتبقي حوالي 55 ل60% فهو يتلقى خبز حر. عملنا في حكومة الإنقاذ بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الاقتصاد والزراعة كما ذكر الأستاذ باسل في معرض حديثه على القفز للأمام خطوات لمواجهة أزمات متوقعة، هذا الكلام منذ قرابة العام. وطرحنا موضوع دعم القمح، دعم المزارعين بالقمح من أجل زيادة مساحة الأرض المعروضة في القمح. يحتاج المحرر شهريا ما يعادل 13,000 طن طحين بشكل شهري، ما يعادل 13,000 طن طحين فقط، هذا خاص بموضوع الخبز. يدخل كما قلت بقرابة 40% منه فيما يعادل تقريبا 5,000 طن كطحين مدعوم يوزع على الأهالي في مناطق مختلفة، و8,000 طن يوزع على الأفران الخاصة ليصار إلى بيعه بشكل حر. الناس إلى مرحلة محددة إلى مرحلة معينة كان الأمر ضمن نطاق الاستطاعة، لكن الآن كما تعلمون وكما أنتم دعوتونا إلى هذه الجلسة، عندما وصل الأمر إلى مراحل يعني متقدمة وزيادة في الأسعار، قد يكون معظم الناس يعني غير قادرين حتى على موضوع شراء الخبز. زيادة الدخل هو محدود وشبه ثابت، أما الخرج أو المصروف فهو يزداد يوما بعد يوم. عملنا جاهدين بشكل عام على مشاريع من شأنها أن تؤدي إلى استقرار وزن وسعر ربطة الخبز، لكن تحتاج إلى فترة طويلة الأمد. الأزمات المتتالية والمتتابعة حدت من 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 ظهور إيجابيات هذه المشاريع. وصلنا إلى مرحلة الآن يعني
حاليا نحن الآن سعر كيس الخبز وزن 450 غرام في ليرتين ونص تركي. وللأسف الشديد ممكن المعظم يعلم أن سعر الليرة التركية قبل دخولنا لهذه الجلسة رقم معين، ربما نخرج من هذه الجلسة بعد ساعة أو ساعتين سوف نشهد انخفاض متتالي وبالمقابل ارتفاع سعر الطحين. أحببت أن أضعكم بصورة الوضع بشكل عام، إذا يوجد أي استفسار أو من الأخوة فنحن جاهزين إن شاء الله.